شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب حفل توقيع كتاب المسرح التنموي النظرية والتطبيق. توقيع الكتاب جاء تحت رعاية نبيل كيلاني وزيرة الثقافة وإشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي وبمشاركة الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. طبعا انا شايفه ان اهميه الكتاب النهارده ان هو بدا يعني ينور او يترجم فلسفه السيد رئيس الجمهوريه بشان الدراما، هي اقرب صديق ممكن يخش كل بيت ويغير الفكر باسهل الطرق لانه بيخش بدون استئذان، واصبحت دي فلسفتي بعد كده في ان كل المبادرات مع الطلبه في الجامعه ان احنا زي من خلال الاعلام التربوي والاعلام التنموي ان احنا زي ننتج ماده علميه يمكن نستفيد بيها المجتمع، وخاصه كان عندنا مبادرات رئاسيه والاهداف الانمائيه للامم المتحده ومصر بلا غريمات والكثير من الموضوعات المهمه نقدر نستخدم فيها الماده المسرحيه للتوعيه وتغيير تصحيح مفاهيم المجتمع الجامده والقديمه يعني زي ما بيقولوا.